بعض أسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثير العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فقال له بعض أصحابه: أتعبت نفسك؟ فقال: راحتها أريد. فالمؤمن إذا جاهد نفسه اليوم ويجاهدها لراحتها لتنجو من عذاب الله، لتفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة، في دار الكرامة، دار السرور، دار السعادة، يقال لأهلها يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. أما هذه الدار فهي دار التغيرات، دار الأقدار، دار الأمراض والأحزان. ولو طالت الحياة ولو متع الإنسان بكامل الصحة فإن المصير الموت، لا بد من الموت، كل نفس لائقة الموت، فدار عاقبتها الموت والزوال لا قيمة لها. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورا من حور النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله.